السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع القادم هو أهم أسبوع على فيروس كورونا في الأزمة الحالية اللي بتواجهها مصر، فتابعوني في الحلقة دي عشان فيها كلام مهم جدا جدا. I'm aware of the problem. People went home and stayed home. Not only in Wuhan, the entire country. Megacities suddenly looked like ghost towns. Now the authorities could go to work. Health workers labored around the clock to save lives. Others went from door to door and got suspected patients to hospital. People only left their homes to buy food supplies. Everyone wore face masks and thoroughly washed their hands when they came home. Control points were set up to check everyone's temperature at the entrance to supermarkets. Schools closed immediately. Companies gave the go-ahead and people resumed their work online. It's 4 weeks later. It worked. The pandemic has virtually been eradicated, but a nightmare may await the rest of the world. And it's in your hands. Go home. Get your kids out of school. Contact your employer and arrange to work online. Wear a mask wherever you absolutely have to go out. Thoroughly wash your hands when you come back. Give your authorities time to get themselves organized. Act now. Post and send this video as far and wide as you can. The power of social media can save us. كل الدول اللي سبقتنا الفيروس انتشاره اتفجر في الاسبوع الثالث وخرج عن السيطرة في الاسبوع الرابع، وعشان كده الاسبوع الثالث بتاعنا هو اختبارنا الحقيقي. واللي هيحصل سيناريو واحد من اتنين. السيناريو الاول ان الناس هتستمر في الاستهانة بالموضوع، وهيستمروا باقناع نفسهم ان الموضوع بعيد وعند الناس التانية، وهيستمروا في الاهمال والتعامل مع الموضوع على انه حرب اعصاب بس، وانهم انصح من كل اللي حواليهم. السيناريو ده هيكون معناه ان اللي هيتصاب لا قدر الله هيبقى معدي وهيعدي كل اهل بيته وجيرانه كمان، وحتى اللي واخد باله واخد احتياطاته هتبقى معركته اصعب وهتزداد صعوبة ان هو يحمي نفسه. ده نفس السيناريو اللي حصل في ايطاليا. الناس اخدت اجازات، راحوا نزلوا المولات وعملوا تجمعات، ودلوقتي ايطاليا وصلت لمرحلة ان هم بيختاروا الناس اللي هتاخد مكان على جهاز التنفس الصناعي بالقرعة، والباقي هو وحظه. السيناريو التاني هو ده الاهم، وهو ده اللي بنتكلم عليه، وهو ده موضوعنا دلوقتي، ان الناس تفهم خطورة الموقف، واللي عارف يقول للي مش عارف، واللي فاهم معلومة يقولها للبسيط اللي هو فهمه على قده، ويحاول يبسط له المعلومة على قد ما يقدر علشان يفهم اكتر، وياخد كمان احتياطاته واجراءاته اللي هيمشي عليها خلال الاسبوع اللي جاي. السيناريو ده هو سيناريو الوعي، هو نفس السيناريو اللي بيتطبق في الصين دلوقتي. الصين اللي هي الدولة المصدر للفيروس، نفس السيناريو اللي خلى مقاطعة ووهان اللي هي المنبع للفيروس ان هي دلوقتي بتحتفل من يومين بس ان هي قضت على الفيروس في المقاطعة. الخلاصة بكل بساطة، الفيروس مدة احتضانه 14 يوم، لو سيطرنا على نفسنا كمجتمع 3 اسابيع الازمة هتنتهي ان شاء الله تماما، لان لو كله التزم المصاب مش هيلاقي حد يعديه، وباذن الله تعالى هو هيخف، واللي بيحافظ على نفسه هتبقى مهمته سهلة جدا وبسيطة عشان كل اللي حواليه فاهم وبيتعاون معاه. دورك دلوقتي ان انت تختار السيناريو المناسب ليك. لو ليك اي سلطة او صوتك مسموع وصل صوتك، وعرف كل اللي حواليك ان المعركة عايزة كل شخص. لو انت يوتيوبر او ليك متابعين على السوشيال ميديا، كلم كل اللي عندك وعرفهم ان مفيش حاجة اسمها ناس اه وناس لا. لو لسه عندك حد مقتنع ان الموضوع مؤامرة وهو بعيد عننا، فهموا ان الكلام ده مش حقيقي، وان موقفه السلبي ده ممكن يتسبب في عدوى لولاده او بيته او زمايله في الشغل. احنا دلوقتي في نفس الاختبار اللي اتحطت فيه كل الدول اللي قبلنا، ومع انه هو نفس الفيروس، لكن كل دولة حصل فيها حدوتة مختلفة على حسب رد فعل شعبها، وهل هم فهموا بعض وتعاونوا مع بعض وقاوموا الجهل وقاوموا الاهمال ولا لا، ولا فضلوا لسه فاكرين ان كل اللي حواليهم بيبالغوا. الحكومة عندنا بتعمل اللي تقدر عليه، لكن مش هيقدروا يتابعونا في بيوتنا، لازم كل واحد فينا يكون مسؤول عن كل اللي حواليه. وخليكم فاكرين ان في دولة احتفلت بانتهاء الفيروس في مجموعة من محافظاتها، ودولة تانية قالت لشعبها ودعوا من تحبون فالنهاية قادمة. في النهاية أحب أقول اللهم احفظ لنا مصر وشعبها وجميع الوطن العربي من كل سوء يا رب العالمين. فعلوا هاشتاج كورونا الأسبوع الثالث، واكتبوا فيه أي إجراءات توعية بكل بساطة عشان الناس تقراه وتفهم وعلى أساسه تبتدي تتعامل. طولت عليكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.